انتبه انتبه انتبه. طاحت الصخرة، طاحت علينا الصخرة واحنا ماشيين، قطعت على الطريق. نروح نجيب المعدات الآن، اتصل الشركة ويجيبوا لنا المعدات يكسروه في كل الطريق. وهذه المعدات تتحرك. هذا ايش هذا؟ المنقار هذا يا ولد، المنقار هذا قوي. هذا اللي بيكسر الصخرة، هذا هو، هذا هو الصنع. ويتحرك. يلا يلا يلا، الطريق مقطوعة والناس واقفين. جيب جيب بعد بعد وش تحرك تحرك تحرك. ايش اللي طيح الصخرة؟ الثلوج والامطار وال ها؟ ما حد يجي معانا ابدا. بعدهم بعدهم بعد الصحن يا ولد، الطريق كلها ثلوج وبرد وبراد. يا برد 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 برد. جي جي يا تقول فقير الدم يا ولد، امشي تحرك. شو السيارات هذول كلها؟ انا والله تبع شركة، هذا مع برامج جاي عبي ديزل اكيد. المعدات هناك، المعدات الثقيلة كلها هناك. تحوس احنا ماسكين خطنا، ولا احنا ماسكين خط اللي جاي، ولا خط الطالع، ولا الخط هو عكس اساسا. ها مدري جي بس اطلع من جنبه. شوف 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 انا هذيك حركة الطاقة الشمسية. شوف هذا هو السهم. كيف السهم هذا يعني اللي جاي من هناك؟ احنا جايين عكس الشارع ولا كيف؟ حبستنا. المهم اخرج، دور ذات اي طريقة اي مخرج اخرج. الناس متعطلين في الطريق. رفني ها اتكل اجي. من هنا لايك يا شباب لايك. انا فديت الخجمة حقا، ما تبخلوا علينا بزر اللايك. واللي عادوا مشترك في القناة يشترك، اهم حاجة اللايك. انا لا غلط كبس اللايك. انا فديت الخجمة. نجح هذا صاروخ هذا ولا كيف؟ تطلع ابوه لوين؟ مشيت شوار السهم ده، مشينا شوار السهم. كنا وصلنا، يلا الحين نزل 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 ابوه هذا بابو، نزل ابوه يا ولد. داون ذيس دول نزل. اقول لك المنقار هذا اللي بزبز هذا اللي ما هو هذا اللي فتحنا فيه النفق. هذا هو الصخرة، هي عند النفق صح نفس الشيء. ما تفتح على بوابة النفق. النفق شغال، النفق شغال زي ما هو ولا في أي شيء.